طلعنا مظاهرة تحت عنوان لا دستور ولا أعمار حتى إسقاط بشار. نحن بنرفض كل الدساتير اللي بتطلع من الخارج. نحن دستورنا هون بسوريا نحن بنقرره، وراح نضل بنطلع الجمعة وجمعتين وثلاث حتى يسقط النظام، وما بدنا أي تدخل خارجي لا بدستور ولا بغيره. نحن بنقرر هون، نحن أبناء الداخل، نحن بنقرر كل قراراتنا، وهاي ثورتنا، مو ثورة لا داعمين ولا دول أجنبية.